ايش كانوا هذولا صح؟ ايش أه. قلنا؟ انت لا تكتب الشغلات اللي هم كاتبينها، اكتب اللي انا اكتبه، تمام؟ أنا كتبت وخلصت. يعني ما اكتب؟ أه. طيب ماشي. هو على الحالتين انت إذا ما تشوف، تحب ما تحب تشوف تحب بس الفيديوهات. شو هو؟ بس عشان دنقل إشي من تحت. انزل تحت. يلا بس تكتب بس الله. شو اعطيك؟ ظل شي 10 دقايق. ما علي اليوم مشاكل، ما أخذتش عشان اليوم المطماتيك كان، المطماتيك حليته؟ حليت المطماتيك؟ كيف خليته معك؟ طيب هنحل شوية أسئلة رياضيات. زين، ماشي بعت لي صفحة يكون فيها أسئلة. طب بس استنى شوي. شو تروح تجيب الكتاب؟ ها؟ يلا ما في داعي، رح طالع من هون. تعال يلا يلا يلا، شوف هون، حاول تحل لي هذا السؤال. يوز يير مين بالعيش قديش؟ يوزير مي بالأرج شوف ديرك الصفر شيلو، حطه الصفر. دارت اونيكي بالعيش قديش؟ دورت قديش صار؟ دارت أونيكي أونيكي شار إكسير أونيكي صفر صفر فهمت؟ حل عمفو الصفر شلناه، كرك تمام. اوني كرك كيف ليش قديش اينا كرك؟ شوف كتبت الجواب فوق بس انت ما شايف. طيب اكسي بيش شاربي، شو بنعمل اول شي؟ ايش تشربي دي وتصبش اول شي نضرب افن وتصبش كرك اكسي بيش وتصبش بيش جواب اه. نشوف صح. طيب نروح اللي بعده. شوف الجواب هون، أي واحد نكبس إذا كان خطأ راح يقلنا خطأ، بس الأول طلع صح. طيب اللي بعده شو بنعمل أول شي هون؟ في الفيروس أيوة بين القوسين. وتصبر كثير ما قلت قديش؟ باش آفرين. بعدين شو بنعمل؟ شوف إذا كان في هيك أسئلة، يوز أط مش بيش، بل بيش شاربوش، أنا شو أعمل بالأول؟ أضرب ولا أقسم؟ نبلش من هون. شو من كان يكون ضرب ولا قسم ما دخلنا، يعني أول شي نحن نبلش من هون نقسم بعدين نجي. طيب يوز أط مش بيش بلو بيش نقسم، ها آخره بيش فمعناها بتقسم. يوز أط مش بيش أنالتي. أنالتي في كم بيش؟ أنا قلتها فيها كم بس اوتش اوتش عارفة بيش؟ اوتش تشارك بس ام بس
شكرت. سؤال بير نزل باش وقوم باش فيها كم ايه باش ام باش فيها فيها اوج اتش اتش جاب باش قوم باش نفس الشيء صفر صفر يعني جاب 33 olacak هنا 33 çarpı 3 قديش شوف اضرب الثلاثة في ثلاثة والثلاثة في ثلاثة هذا وبهذا 3 شاربج 3 شاربج قديش 3 يرميلي شاربج يخرب بيت قلبك 3 شاربج تشاربوتش دوكوز دوكوز 3 تشاربوتش شاربج ليش دوكوز شاربج هي 33 شاربج شوف هيك 33 شاربج 3 شاربج سيكيز بير دوكوز 3 شاربج دوكوز سيكيز قديش بير جاب بي 99 دورو اكتب السؤال عندك وظيفة بسرعة اكتبها كتبت يدي يلا شاربة بين قوسين 12 أرت بيش اكسي دورت شوف الجواب شو بيطلع رح بس عشوائي جواب جي أم بي يزوم بيش الجواب اكتب جنبه انه يساوي 115 وشوف اذا جوابك صح ولا لا تمام ابعتي لي اياه عشان احله. ما عم وقف مشان تكتبها طيب ها حبعت لك صورة وينك وينك شو بعتين لي ما شفته طيب بعدين رح ابعت هي على المجموعة سؤالين هدول مش هذا ها هذا السؤال الثالث والرابع وظيفة الخامس والسادس كمان وظيفة الخامس والسادس في عنا 7 و8 صاروا 6 أسئلة بعد كمان ها ما بعرف مين يعرف طيب نحل هذا نحله سوا عندي هون أنسيكي زيك سيكي تشاب صفر أرت بيش تشابيره أول شي شو بنعمل اتشار بصفر صفر يعني راحوا هذول كأنه مو موجودين بيش شابيره اتوزبش اتوزبش أرت ليش إكسي أرت أرض الصفر اتوزبش اتوزبش صفر راح اكس ما أعرف اكيد ليش إكسي شو في أونسي كيس هاي إكسي مكتوب صفر كيس اكس هو هيك صح الصفر راح مع الناقص لأنه أونسي كيس إكسي صفر كمان أونسي كيس كأنه مو موجود فأيش يضل أونسي كيس أرت وطفش طبلة سيكي زبش أونيدي اون يدمه وها أبد هاير سيكي زبش خس كركوج هاير سيكي زبش اون تشيكار بير لبير اكي اش دها باش بعت لك الزائد والناقص ها نرجع من الاول شوف بيت كده اجمع منيح
طيب اللي بعده. هذول شوي صعبين. هل شبعتهم؟ لا ما في. يعلم إلا لنفسه، على نفسه، على نفسه، على نفسه، على نفسه.